تعال، نحن هنا. ويلكم. ايه يا خالو، معقول انا اتغيرت قوي كده لدرجه حضرتك ما عرفتنيش؟ ازيك يا نو؟ زي ما حضرتك شايف الشمس سمرتني، لكن هنبيض والشكر ان شاء الله. البركه في حضرتك، عايزين دفعه تحت الحساب كده ان شاء الله. ايه يا انكل مالك، في ايه؟ لا ابدا، انا اصلي مرهق شويه من الشغل. الحلوه دي راحت تزرع في النبريه، وديك بيدك كوكوكوك وينادي عليا، يلا بينا على باب الله يا افندي، يجعل صباحك صباح الخير انت وهي. تعالوا اشتغلوا معايا. شايف يا خالو، من الصبح بيغني، واقول لهم المصريين طول عمرهم بيغنوا وهم بيشتغلوا، دلوقتي بقى يغنوا عشان يهربوا من الشغل. طب نوع الازهر يا يا سلام، يعني يا تغنوا يا تهتفوا. يا سلام، شفت يا فاهم نوها بقى لونها ايه من كتر الشغل في المزرعه؟ حلوني امحي لوني لك يا مصر 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 مصر. بقول لكم ايه، كفايه غنى بقى، يا اما والله هروح المزرعه ومش هرجع تاني، هتبوظوا لي كل اللي عملته بالغنى. بلاش يا هلا. ليه؟ اصل انا ممكن اشيل الجزمه. يا سلام، يعني انا اول مره اشيلها؟ ما احنا من ساعه ما اتجوزنا وانا بعملها كده على طول. يلا يلا قوم اقلع وبلاش تعترض تاني. يلا. عارف يا فهمي، مفيش اي حد في الدنيا يستحق ان انا اشيل له الجزمه غيرك. وبعدين انا وقيت لقيت ماما بتعمل كده مع بابا الله يرحمه، ولما سالت ماما قالت لي الست لما بتكبر بجوزها يبقى بتكبر بنفسها، لان هو اللي بيبقى شايلها على اسمه وعلى كتفه، ولما بتعلى بيه يبقى بتعلى بنفسها. كلام بقى دقه قديمه بس صح. وبعد اذنك انا هبقى اعلمه لبنتي. انتي ناويه تخلفي بنت؟ لا، انا نفسي اخلف ولد. عارف ليه يا فهمي؟ طول عمري بحلم اني اجيب ولد واطلعه عالم ذره، عشان يعمل لنا مفاعل نووي كبير ينفعنا في مجال التنميه ووقت الحروب نلاقيه، ما احنا اكيد هنحتاجه واحنا في وسط العالم النووي ده. الله، فهمي انت بتبص لي كده ليه؟ فهمي، انت عارف ان انت وحشتني قوي بجد يا هلا. وعارف كمان نفسي ابني ياخد الثانويه العامه منين؟ من مدرسة بابا اللي هيبنيها له. هنا في الزمالك؟ الله، انت بعدت كده ليه؟ خايف لتكون المصاريف كتيرة ولا ايه؟ لا ابدا، اكيد مش هتلاقي حتة ارض فاضية تبني عليها مدرسة في الزمالك. لا اطمن، الموضوع دوت ناقشته مع نوها من شوية، وقالت لي ان باباها موجه اول في التربيه والتعليم، وعامل مشروع مؤسسات تعليميه وممكن يساعدها. ها خلاص، روحي له. انا من كام سنه ببعت للوزاره ومكتب الوزير شخصيا وطلبت مقابلته، ولو ما حصلش مفيش قدامي غير ان اروح مجلس الشعب. ما هو لازم حد يسمعني ويناقشني، يعني يقنعني ان انا غلط يا اقنعه ان انا صح. ما انا كمان عاوزه اعرف يا استاذ ادهم عشان نقدر نحارب سوا، واي حد من دول يسمعنا. لا، ما انت اكيد هتحاربي معايا لما تعرفي ان مفيش مشكله ارض بنا للمدرسه في الزمالك. امال هنبني المدرسه فين؟ في نادي الزمالك. تبقى مدرسه نادي الزمالك الثانويه والاعداديه، وبرضه مدرسه النادي الاهلي الثانويه والاعداديه، ومدرسه نادي هليوبوليس ونادي الصيد ونادي الجزيره وكل الانديه. مش احنا محتاجين للتلامذة،
حوش وملاعب ومشكلتنا الملاعب خلاص هيتحلت بشكل حتمي ومشروع. والعلم بقى ان الأندية عايزة الأشبال دول تعمل لهم أبطال عندها من سن 12 سنة وطالع لغاية 18 سنة. يبقى احنا ما عندناش مشكلة بعد كده غير المبنى اللي على 200-300 متر، واي راجل مقتدر بيحب بلده هيبنيه. حضرتك بعت الاقتراح ده يا استاذ ادهم ومحدش رد ولا استدعى. ده انا حددت لهم كمان توزيع بشري للأندية، يعني الاحياء اللي ما فيهاش أندية زي وسط البلد قلت لهم يروحوا مركز شباب الجزيرة والنادي الاهلي يبنوا فيها، والاماكن الشعبية نستغل الساحات الشعبية، ما احنا بنبنيها للشباب يتعلموا فيها الاول وبعد كده يربوا عقولهم مع اجسامهم. طب والمدارس الابتدائية يا استاذ ادهم؟ دي بقى اللي صعبة شوية. انا من وجهة نظري ان المدرسة الابتدائية لابد ان تبنى في صحن المسجد، يعني يبنوا الجامع والملحق بين المدرسة بالحوش بتاعها. تخيلي بعد كده بقى ان الطفل لغاية 11 سنة هنربي فيه القيم والاخلاق ونعرفه بالله سبحانه وتعالى. متهيالي بعد كده نقدر نطلقه في الملعب يتعلم في الاعدادي والثانوي في النادي الرياضي وما نخافش عليه. كده ما بقى صعب شوية يا استاذ ادهم. هي صعبة بس ضرورية. لعلمك الشباب بقى سهل التأثير عليه لانه مش متربي من صغره تربية دينية صح، او لاننا اهملنا التربية في المدارس وبقت مادة غير اساسية. عاوزة تبني مدارس بفلوس البيه وعم البيه. هتعمل وزارة التربية وتعليم بشرطة. ما تلعب رئيس التحرير. مالكش دعوة برئيس التحرير، ده عايز يهرب عشان ما يبنيش مدرسة. ما تلعب يا زهدي. أنا خلاص مش لعب. أنا برا برا الكرة الأرضية. لو متحوش فلوسك تبني بيها مدرسة ولا ايه؟ ربنا يعوضك وتخش الوزارة الجديدة. يا نورس. يا نورس. يا نورس الصغير. علق بي بعيدا. يا نورس الصغير التقطني واسبح بي بعيدا واعبر غلاف الكرة الأرضية. يا نورس، يا نورس السحر امخر بي العباب ودر بنا مع الفلك وردد مع العندليب صباح مساء. الملك لك، لك الملك لك يا صاحب الملك والملكوت. الملك لك، لك. ما هتقلب بغم انا عارفه. وبعدين بقى كل هفنات وصدات حتى الشين حتى الذهين حتى الظاه باضت. الظاه تبع احترمها باضت دخلت رخرى الملعب. لا 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 الحروف هجرت. الحروف غضبانة تعبت مشيت. اللغة وقعت. زمان أنا قلت القصيدة. قلت القصيدة دي زمان. قاعة مليانة أدباء شعراء كل الموجودين بعد ما خلصتها سقفولي كلهم
اللغة كانت سليمة. أيوة اللغة كانت سليمة. يبدو أن أنا الغلط فيا أنا مش في اللغة. يبدو كده. أنا قلت القصيدة دي سنة 65 برضو قلت سنة 60 مع بعض. قلت القصيدة دي من 20 سنة من 20 سنة. اللغة كانت سليمة فعلا. العشق كان فيه الكلمة. أيوة العشق كان فيه الكلمة. دلوقتي الكل بيجري ورا السحتوت. السحتوت توت توت على تفوت ولا حد يموت. بقول لك ايه، ابقى اشرب على قدك وخد على قد ماسك عشان ما تقرفناش. محدش بياخد على مقاسه يا نوراسي الصغير. كله بيحب الواسع عشان يرحرح. قوم بينا، ده هيفرط ويجيب من قاع البرنامج. يلا يا سيدي. اوكي انا كمان تعبت يا جماعه، عاوز استريح. تصبحوا على خير يا اخوان. انتوا هتسيبوني وتمشوا؟ لا ما هو هيشرح لحد ما الصبح يطلع ويغني لك. طلعت يا احلى نوره. ايش ده؟ بتضحك على خيبتك؟ على خيبتنا احنا الاثنين. النوره خدها وطار واحنا قاعدين نتفرج عليه. خدها وطار في قلب السما. لا مش في قلب السماء، في قلب مصر الجديدة. انت عايز تخلص من البيت دي بصحيح يا سامي؟ امال يعني بهزر؟ طب ده انا سبت الشغل وما عدتش بهاوي بناحية الفيلا ولا المحلات مخصوص عشان عمي يصدق. عمك كده عمره ما يصدق. انت لازم تقطع عرق وتسيح دم. طب مش انت قلتي قبل كده برضو انك هتساعديني؟ ولو ساعدتك جرايا يا اسماء، ما انت عارفه اني بحبك. كذاب. طب ما دمتي متاكده قوي كده اني ما بحبكيش، خليني احبك. شوري عليا وقولي لي اعمل ايه. عارف انا هساعدك ليه؟ ليه؟ عشان اخلصك من البت دي واخلص منها انا كمان. تعرف تخلي عمك يراقبها لحد هنا؟ هنا فين؟ في الشقه دي. دي لازم تيجي هنا وعمك يشوفها. بس اوعى تنخ ولا تنحنح وتفتح لها دراعاتك. دي لازم تنزل متشلفطه ودمها سايح. هضربها علقه. امال بتخاف على شرف عمك ازاي وتدافع عنه؟ اصلك بتحب الشرف وانا اول اللي عارفين. خلي حد يبخ كلمتين في ودن عمك عشان ياخد باله منها الليله. باي باي، وجهز نفسك من 9 على 10. طب استني بس استني، قولي لي الاول هتجيبيها هنا ازاي؟ ده شغلي بقى. ما جبتهاش حافيه وبتجري بجنب. ما بقاش نسمه بنت ام نسمه اللي جابتها كنز ورش ميه من شارع محمد علي لشارع الهرم. انت مش قلت لي ان اخوهم سايبهم وطايح؟ هو ده الطعم يا روحي، هو ده الطعم. برافو عليكي. انت عارفه ان طنط الويه فكرت في حكايه اخوها دي وقالت لي فعلا ان هو؟ لا يا روح طعم، انا اللي قلت وانا اللي هنفذ الليله وبالتليفون. الو. ايوه انا. مين بيتكلم؟ نعم. ايوه مين حضرتك يعني؟
ليلى؟ انت بتقول ايه؟ مين؟ الو؟ ايوه يا فندم، نقول لها مين حضرتك؟ حاضر. الو؟ ايوه مين حضرتك؟ منعم؟ منعم الدسوقي اخوكي، بأمارك ما قابلتيه في الفندق، انا زي ما تقولي كده مراته، اصله تعبان قوي وقال لي ما كلمش حد غيرك. لا لا لا، انا مش عايزه حد يعرف، اصله شامم هباب ولو حد حس هيروح في داهيه. هاتي فلوسه وتعالي بسرعه، تعالي بسرعه، عايزين يوديه اي مستشفى. هقول لك العنوان، ما يتوهش، مصر الجديده. ايوه انا حفظت العنوان. حاضر، طيب مع السلامه. عايزه فلوس تاني؟ بقول لك عايزه فلوس؟ لا ميرسي قوي يا فهمي، معايا كفايه. تحب اجي معاكي؟ ليه؟ يعني يمكن تحتاجيني في حاجه ولا خلاص ما بقيتيش محتاجاني؟ لا ابدا. انت قلقان عليا ليه؟ انا هروح عند منعم اخويا، انت ما تتصورش منعم ده عندي ايه؟ ده اكتر من اخويا، ده حاجه تانيه خالص، اصل انت ما تعرفوش. انا ما شفتوش عشان اعرفه. هو فيلسوف بقى ودايما بيسافر اوروبا علشان الجامعه. انا هبقى اخليه يجي يزورنا. باي. الحمد لله على السلامة. منعم فين؟ موجود. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ شقتي حلوة مش كده؟ شقتك ايه؟ ايه ده؟ تعالي هفرجي في اوضه نومي. اوضه نومك انت بتطلعني؟ اوضه نومي هتعجبك قوي. يا سافر. يا حلو، دور عليا انا بقى المره دي اللي اضرب، ولا عايزه تضربي كل مره ست الحزن والجمال؟ انت جيت هنا ليه؟ انا ما جبتكيش يا حلوه، ده انت اللي جيتي لوحدك، وعارفه كويس قوي انت جيتي هنا ليه. نزل جبار. طب قومي قومي علشان تعرفي تتفلسفي وتتكلمي كويس. عارفه شرف مين اللي بتلعبي بيه ده يا حلوه؟ ده شرف العيله. شرف؟ انت هو هتتكلم عن الشرف؟ انت ما تعرفش كلمه الشرف دي كام حرف ولا عمرك سمعت عنه؟ بسيطه، سمعيني وفرجيني يا شريفة. بتتكلمي عن الشرف يا بنت؟ اخلص. انا هتكلم واحكي لعمك وقول على كل حاجة. وهيسمعك تفتكري؟ ايوه هيسمعني، هتكلم واحكي له. مادام طلعت بالندالة ديت، انت لا يمكن تستحق انك تعيش مع فهمي خطاب. فهمي خطاب اشرف من كده 1000 مرة. روحي يا تشرحي له شرف يبقى ايه؟ وايه اللي جابك هنا؟ يلا يا حبيبتي وما تعتبيش هنا تاني. يلا هاتي المفاتيح. فهمي يا ماما. هاتي المفاتيح. حاضر.
حاضر. هلا. ممكن ادخل يا استاذ بهاء؟ اسمح لي ادخل. اتفضلي اتفضلي. ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش ايه اللي حصل، ما اعرفش. مين اللي عمل فيكي كده؟ طب بس 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 يا هدى بلاش دموع بقى ارجوكي. معقوله معقوله فهم اخويا يعمل فيكي كده؟ فهمي مخدوع، فهمي مخدوع يا استاذ بهي، خدعونا غدروا بينا. طب معلش اهدي اهدي عشان نعرف نتكلم مع بعض. بلاش عشان خاطر انا، عشان خاطر فهمي. أرجوكم ما حدش يسألني أي سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك مالك يا حبيبي؟ غلط غلط، كان لازم تقولولي إن جوازي من البنت دي غلط. أنا متشكرة أوي يا أستاذ بهي، اتفضل على بيتك. لا خليها، متقلعهاش، انا مش هاخد العبايه هنا، هاخدها هناك في بيتك لما فهمي صالحك. فهمي لازم يصالحك ويعتذر لك ويدفع لك تعويض كمان. اتفضلي انت وسيبي الموضوع ده عليا انا. ممكن اقول لحضرتك اتفضل معايا؟ هتفضل طبعا، بس برضو مش هنا، بيتك هناك في الزمالك رغم انف الجميع. لو سمحت بقى مش عايز اشوف التكشيره دي على وشك عشان اعرف اكمل الصوره. ايوه كده. تصبح على خير. انت من اهل الخير. انا فاكره كويس، فاكره انك قلت لي هيسيبك وهترجعي، بس مش هترجعي زي ما كنتي. ساعتها رديت عليك وقلت لك حتى لو طردوا مش هرجع هنا البيت ده تاني. ومش فاكره لما قلت لك لو ما رجعتيش هدور عليكي ورجعت بيت ابوكي وفي وسط اخواتك؟ من غير ما تدور عليا يعني، انا ما لقيتش اي حد اروح له ولا اي مكان غير ان انا جيلكم هنا تاني. ولو كنت روحتي أي مكان كنت قلبت عليك الدنيا وجبتك. هلا، انت لو استغنيتي عننا احنا عمرنا ابدا ما هنستغنى عنك. شكرا يا يلا قومي اغسلي وشك وغيري هدومك وانسي كل اللي حصل. اللي حصل ده ما يتنسيش، لا يتمحي ولا يتنسي، زي كوية النار. ليه يا بنتي ما اتكلمتيش؟ تسيبيهم كده لما يهدوا عشك ويخربوا عليكي وانتي قاعدة تتفرجي وخايفة عليهم؟ ليه ما اتكلمتيش؟ هتكلم اقول ايه يا ماما؟ تقولي الحقيقة اللي حصل. الحقيقة اني معي عند اخويا الجرسون اللي كان بيخدم عليا ومستني من ايديا ياخد البقشيش. بنام بين نص روحي فيه، اللي ساب كليته وساب البيت بسببي. فعلا الحقيقه ان محدش يقدر يهرب من اهله ويعيش لوحده
ازاي فهمي ما قدرش يهرب من اخواته ولا ولاد اخواته. حضرتك لسه صاحي يا بابا؟ عاوز حاجة يا مصطفى؟ لا انا بس بطمن لحسن حضرتك تنام على الكنبة. يا سلام، طب ما انا بقالي سنين بنام على الكنبة. انا بحب ارتاح في اوضه المكتب. حصل ايه؟ طب اعمل حضرتك فنجان قهوة؟ تعال يا درشي، تعال يا مصطفى اقعد. انت مش اتعلمت في الهندسة ان الخط المستقيم اقرب مسافة بين نقطتين؟ طيب ما تخليك واضح كده وتقول عايز ايه. بابا حضرتك عندك مانع تخطب لي ميسة؟ ايوه كده بوضوح. حضرتك عايز تتجوز؟ ده لو حضرتك ما عندكش مانع. لا ابدا انا ما عنديش اي مانع. وانت لازم تتجوز، وانا ده اكون انا اسعد مخلوق يوم فرحك لما الاقي ابني كبر وبقى راجل ويقدر يفتح بيت ويتحمل مسؤوليته. بس فين هو البيت اللي هتفتحه؟ ما هو خالي فهمي محضر لنا شقة هدية الجواز. بالك فهمي. شوف يا أستاذ مصطفى، في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها عني، ده إذا ما كنتش تعرفها أنت من زمان. ابن أدهم الأزهري ما يتجوزش إلا في شقته. يعني إيه يا بابا؟ يعني لازم تتجوز بفلوسك وبعرقك يا أستاذ مصطفى عشان تعرف تربي ابنك كويس. وإلا ابنك لو اتربى في ملك غيرك هيربوه معاك. بابا حضرتك مش إيه؟ محبكها شوية؟ شوية. والدتك قالتها لي زمان، بس ما قالتش محبكها شوية، قالت محبكها كتير. لما أنا رفضت إن أنا أعيش في شقتها اللي ساعتها خالك واشتراها لها بنصيبها في دكان جدك، ساعتها قالت لي هتندم. وانا فعلا ابتديت اندم يا مصطفى. تندم ان حضرتك ما سكنتش مع ماما؟ لا، بندم ان انا طلعت اعاره وسبتك ليها تربيك في شقتها. عارف يا مصطفى ايه الفرق بينك وبين اختك نهى؟ ان نهى تربت هنا في شقتها، شقه والدها، لحد 11 12 سنه. الاقتصاد المستعار وهم يا مصطفى، زي المستقبل المستعار اللي انت عايز تستعيره او بالاحرى تشحته من خالك. مفيش بني ادم او دولة في الدنيا بتستعير مستقبلها واقتصادها يا استاذ مصطفى. اتفضل تعال اكتب. اكتب في وسط السطر من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم، من أول السطر. السيد وزير التربية والتعليم، بعد تحية مقدمه لسيادتكم أدهم محمد الأزهري، الموجه الأول بالتعليم الثانوي. أرجو التفضل بتحويلي من كدر التوجيه إلى مدرس بالمرحلة الابتدائية. وقفت ليه ما تكتب؟ حضرتك عايز ترجع مدرس ابتدائي؟ وحنادي بيه في المشروع اللي أنا هقدمه لمجلس الشعب. مفيش حد محتاج للتربية والتوجيه غير الأطفال في المرحلة الابتدائية يا أستاذ مصطفى. يعني لو حضرتك اتربيت كويس وانت طفل ما تبقاش محتاج لتوجيه في ثانوي او في الجامعه. ما تجيش كده وانت في السن ده وتقول لي افتح بيت على حساب خالي. عنده حق يا مصطفى. طبعا، ما حضرتك تربيه بابا زي ما قال مصطفى. احنا مش لازم نعيش عاله على اللي قبلينا، حتى لو كان ابوك. ما تستناش انه يصرف عليك ويجوزك. طب اعمل ايه؟ زي خالك وابوك ما عملوا نفسهم، احنا كمان لازم نعمل مستقبلنا. طب احنا لو عشنا على اساميهم وفلوسهم ولادنا هيعيشوا على ايه؟ مش هيلاقوا ظهر يطلعوا عليه.
نخلص ننقرض لو كل الاجيال اللي جايه هتعيش على عرق جيل واحد. خلاص ده كل اللي عندك؟ محاضره في الاجيال اللي رايحه واللي جايه؟ تعال معايا يا مصطفى. فين؟ الصحراء؟ المزرعه. مفيش حل قدامنا غير اننا نشتغل سنه واتنين وتلاته، هتختني وتكبر وهتعمل كل اللي انت عايزه بفلوسك. بقولك ايه، انا مش طموحاتي ان ابقى وزير زراعه. وليه لا يا مصطفى؟ يا ست انا مش غاوي تعب، ولا ما ينفعش ابقى وزير الا في الصحراء؟ يا مصطفى ما ينفعش الا في الصحراء. مش لازمني. مصطفى من فضلك ما تجيبش سيره خطوبتك وجوازك لخالك، لان خالك مش عايز يسمع السيره دي من اساسها. كل شيء رجع لاصله يا ميرا، لحقيقته. مش دي الحقيقه يا فهمي بيه؟ هي دي الحقيقة يا أمينة، دي الحقيقة من غير تزويق ولا كذب ولا زيف. راجل في سني ما كانش المفروض يضحك على نفسه ببدلتين شيك وكلمتين مجاملة إنه لسه شباب، ويدي اسمه العيلة صغيرة عشان تلعب بيه. معلش، هي بيع وطلعت خسرانة. يا ريت حضرتك تراجع نفسك. راجع نفسي بعد اللي حصل يا أمينة؟ بعد اللي حصل؟ انت عارفة ايه اللي مزعلني؟ اللي مزعلني انها باعت واشترت فيا، وانا اللي كنت فاهم انها شرياني. عرفت تضحك عليا بصحيح. طيب ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اخر طلب ليا، اسالها واجعها، قول لها عملتي كده ليه. من فينا اللي صعبان عليك يا امينه؟ انا ولا هي؟ مين يا امينه؟ اذا كانت هي تبقى ما تستاهلش. اللي يخون شريكه ما يستاهلش، اللي يخون الأمانة ما يستاهلش. بس أنا برضو كنت غلطان من الأول. بس أنا ما اتجوزتهاش غصب عنها، أنا اتجوزتها برضاها وكانت سعيدة يا أمينة. مش كانت سعيدة؟ ولا أنا كان متهيألي؟ انا كنت جاي لك. ما جيتش ليه؟ يعني قلت اما تصحى كده وتفوق. انا صاحي بقالي يومين ما نمتش. خاينة؟ لا، مش طايق اشوفها. فضلك الصوره دي انا اللي راسمها. ما تستاهلش. انا حبيتها وتعبت لغايه ما وصلت بيها لكده. انت ما تعرفش انا حبيتها قد ايه. دي صوره على قماش، التانيه بقى من صنع الخالق العظيم. انسانه رائعه فعلا. انا جاي لك عشان نروح نطلعها. لازم تشهد على قسيمة الطلاق. قوي لازم اشهد طبعا، مش انا كنت شاهد على الجواز؟
انت اللي شجعتني اتجوزها. لو الدنيا كلها قالت لي اتجوزها وانت قلت لي لا كنت سمعت كلامك. انت اللي قلت لي من حقك اخويا تعيش وتفرح، وادي النتيجة، لا عشت ولا فرحت ولا اتذبحت. اتذبحت يا اخويا. الحكاية دي لازم تنتهي. انا تعبان اوي، تعبان اوي، ولازم اخلص بقى، لازم ارتاح. هترتاح يا فهمي، الليلة دي هترتاح. يا هل ترى ايه يا بكر، ايه تحت شمسك هيغرق.